مساء الخير لكل الناس الموجودين معي هنا في اللايف. ودي دعوة للمليونية بتاعت يوم 30/6 عشان حق الشهيد، عشان دم الشهيد لو راح أنا وإنت مسؤولين، عشان نجيب حق الشهداء ونجيب حق المعتقلين وحق المفقودين وحق المقتصبين وحق وطننا المقتصب. بنتمنى إنه كل الناس يعني يوم 30/6 كلها تطلع، وأبقوا كتار وخليكم قراب جدا عشان نرجع زي ما كنا ويرجع وطننا زي ما كان، عشان دم الشهيد لو راح أنا وإنت مسؤولين، عشان حق الشهداء، عشان حق المقتصبين، عشان حق المعتقلين، عشان حق المفقودين، عشان حق السودان. عشان كده بتمنى الناس كلها تمرق من أي حتة، ونقاوم لا نساوم، ونناضل لا نساوم. إحنا لازم نقاوم ولازم نناضل لحد ما ترجع سيادة الوطن، ولحد ما تكون مدنية 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 ضد العسكر وضد الحرامية، مدنية ضد الانتهازيين وضد النفعيين وضد الناس المنبطحين، ضد الناس الخزلوا الثورة والسوار، ضد الناس الظهروا على حقيقتهم. والحمد لله إنه بتتكشف يعني الأقنعة بتتساقط عشان نبني سوداننا نظيف، خالي من كل الانتهازيين، خالي من كل النفعيين، خالي من كل زي ما بقولوا الناس الحارقي البخور. كويس إنه الحاجات بتظهر على حقيقتها عشان وطننا يكون يعني عرفنا إنه مين اللي هو قلبه على الوطن والمواطن وعلى الشعب، مين اللي هو مع الثورة، مين اللي هو يعني عايز يجيب حق الشهداء، ومين اللي هو عايز مجرد سلطة أو مجرد حاجة. فبتمنى إنه يعني الناس كلها يوم 30 يعني حتى في السودان برا السودان كل الناس الموجودة 30 يوم الكرامة، يوم العزة، يوم نرجع عزتنا وكرامتنا وحق الشهيد وحقارة الجنجويد وقلة أدبنا اللي عملوها في الناس دي، ما حاجة بتسكت عليها وما بتمشي ساي. يعني كمية بتاعت حقارة وكمية بتاعت وقاحة وكمية بتاعت يعني ذل وقهر وقضب ما يعلم به ولا الله سبحانه وتعالى. إحنا كلنا غضبانين، الغضب الجوانا والله العظيم يحرق بلد، والحزن الجوانا ما سهل. فنحن لازم نرد كرامتنا ونرد حقنا وترجع بلدنا زي ما كان، ومدنية مدنية ضد الحرامية. وما تنسي يوم 30 يوليو. تحية الفخر والإعزاز لشرفاء الشعب السوداني، الرحمة لكل الشهداء، الدعوات بعاجل الشفاء لكل المصابين والجرحى، كلمتين على عجل يا جماعة. الجهات الوحيدة اللي احنا بنثق فيها وفي مصداقية معلوماتها وبنستقي منها كل الأخبار هي صفحة تجمع المهنيين السودانيين على الفيسبوك وعلى تويتر، الصفحة الموثقة. بناء على ذلك أي أخبار أو أي مواضيع تطرح أو طرحت في أي منصات أخرى إعلامية كانت على أرض الواقع أو إسفيرية يجب أن لا يؤخذ بها نهائيا. لو طلع محمد ناجي العصم وقال المسار ده هيمشي بشارع جبرة، والمعلومة دي ما نزلت في صفحة تجمع المهنيين السودانيين، فليذهب كلامه إلى مهب الريح. دمتم ودامت نظارة وعيكم حرة ومستقلة. بلد فاحمة تبي يدعي القانون، ليه الحق يبرطعوا فيها ناس ظنون؟ كلامي بقوله ليه الخايفين وخات ظنون وهم تين قام حمدت عشان يسيلوا سنون؟ قبيل قلنا لكم الربات ما فيه خير، قلتوا حمانة كده شايفينه لينا خير. الرجل اللي بقويه السلاح ضد كير، الرجل الذكر بيقدر بيلاقي كير. واقف لي زمن ناظر البدور في الساحة، وكل ما أقول تروك تدور الكتاحة. يا أحمد تل بلد كان سبنا ليك مفتاحة، ما تقول الرجال رسم وشدر في الراحة، ويا البرهان وما أدراك ما البرهان، يمين بالله ما كل بيمسك السودان. إن قلنا الرجال تجي منهم فتران، وإن قلنا الحريم ما بتشبه النزوان، تتقسع مثل جمر الجريد دحران، وماك ود ماي قبل شان تنحسب بطران، تزرع في البعيد وبلدك المطران، وجنا سلمان دعك فينا خرتك القطران. عيب الشومك الجنياتك يبقوا كبار، ويلقوا أبوهن الرسن العوج والعار. نحن قدر عيالك إلا دمنا حاء، أر صغير أعمارنا لكن في فهمنا كبار. ما تدربنا في كلية لا تخرجنا، ولا شالوا السلاح من نيدنا وتفرجنا. رتب العار على بكتوفنا ما أدرجنا، وفي وضح النهار اللي جونا ما تبرجنا. لاقينا السلاح بعز وشمخة راس، جنيات فرسة باقين للوطن حراس. ساعة الجيش لبد يتحزموا الفراس، وماتوا كما الشجر لا طولوا ناس عباس. ولدا كالجبل عند الممات ما تقنت، وروحه في ذا الوطن ضحابة كنه محنط. عباس وجهه فوق تمرد فؤاد نتبنت، وعباس في دعاء العقرانة كان يتمنت. الموز والدواس بيتكنوا يا ملاكي، وحاصرين الرجال على اللباس ومكاكي.
صاحب الكاكي هسه شفنا دمع الباكي والبكاه وفروج ملك داب ويكاكي ويحمد تلف راس بقت قتال ودواس بالشعرك ليوم 30 وراس لي راس ما تشدق الليل والنهار في الناس بيد في بيتك عابد حم بلا حراس كل ما نقول لبد بدت العصية تهون تم بالتاني تتسرع كما المجنون عيال الضي فرضتك الظريف زنون يور الزول يا ناس يعني ايه غانون بعدين كلم الكباش يجينا الكذاب وقول له الشعب منك ما بيدور الخطاب تنكر وتحترف من غير دليل واسباب زي الطايق ندم عجج عليه قراب وقول لي ياسر العطا هل انت ودعم هاشم بطران الريحم جاب العبوب والناشم في يوم قرط طراق اصطرب متكاشم افزر ومع وخازوق وعره وطاشم ويا جيش السجم التحش خشم ماتكن يوم الزغره وعلق النجماتكن زمان ما قلت حرمات الوطن في حماتكن اس الجنجويه تختصبوا فيها خواتكن وبعد الاختصار تضحكم حل بنتو ما هانا عليكم بس عنده انكد هنتو السواحي متي لا كلكم ما دنتو بالدينوه كيف وهو البداب كن انتو عيب الراجل تقدر عليه البنوت وعيب الراجل انحرت يدنقر يفوت عيب الراجل الفوق الضعاف بيوت وعيب الراجل يرقد للرجال بالبوت خوافين ويات فيكم بروع ضله وعليكم الله فوق بشياتنا اوعى تطله وعاد الكرسي معروف يا خلايق حلو هاي يوم 30 ده كيف الشعب ماري كله والله العظيم اللي قاعد يصير مع السودان شيء مو طبيعي اساسا النت عندهم مقطوع يعني ما حد يدري عن حالتهم الا الله فليش تستصغر ان انت تدعي لهم يعني كلها دعوه ترى السودانيين اطيب شعب في العالم وكلنا قد عاشرنا السودانيين وتحدى واحد يجيب لي سوداني مره قد غلط او سب او اخلاقه زفت ترى السودانيين ناس مره محترمين وكل لا نعرف هذا الشيء فادعوا لهم الله يخليكم كوموكيل 6 يوم 30 يوم الاحد المكان هيوستن تكساس كوموكيل 6 يوم 30 يوم الاحد هيوستن تكساس اول ماسيف اند جروب دالاس اوستن سان انطونيو ايفريبادي المكان هيوستن تكساس الوقفه التضامنيه مع الثوار المليونية ضد الحرامية الرباطة الجنجويد الجنجكوز الحرامية يمن مدنية يمن عسكرية نومن بيج اب الماسيف جروب يوم الاحد 6 يوم 30 يمن بي ذير 30 يونيو يوم للحزن 30 يونيو يوم حزين في ذاكرة الشعب السوداني لسبب بسيط وهو إنه ده اليوم جات فيه الجبهة الإسلامية عبر انقلاب عسكري في ليل دامس ظلت تمارس الأفعال الشنيعة في الشعب السوداني من قتل وتشريد وسرقة ممتلكات وفصل للجنوب وأفعال أخرى ما مارسها حتى المستعمر في الشعب السوداني ولكن الشعب السوداني بطبيعته شعب مقاوم شعب مقاوم وخير مسايم اتحد في ثورة 13 ديسمبر 2018 الثورة الشهد لها العالم كله بسلميتها وبوسائلها المتنوعة إلى أن أزال رأس النظام أزلنا رأس اللفقة ولكن النظام ما زال موجودا متمثلا في المجلس العسكري الموجود المجلس العسكري الإنجليزي عشان كده واجبنا عشان نحفظ مكتسبات ثورتنا ودم الشهداء ما يروح هدر لازم يوم 30 يونيو اليوم الحزين يتحول لأسعد يوم اليوم اللي نستعيد فيه الديمقراطية والدولة المدنية 30 يونيو الأحد 30 يونيو نبقى كتار وكلنا في الطرقات عشان نحافظ على مكتسبات الثورة بتاعتنا يوم الأحد 30 يونيو حنتوحد كلنا ونطلع ونملي شوارع السودان حنخلي العالم ينبهر فينا بتكاتفنا وبسلميتنا 30/6/89 محفور في ذاكرتنا بأنه أسوأ وأسود يوم مرة على تاريخ السودان يوم جاء عمر البشير راكب في دبابة وقعد على رؤوس الشعب السوداني 30 سنة لكن بعد المليونية حيتحول اليوم ده لبداية لعهد جديد في سودان نحن نبنيه بيدينا نحن وليجيلنا الراكب راس نحن مشينا طويل في درب النضال وما فضلنا إلا حبة بس فنتكاتف ونقيف مع بعض عشان نلقى قدامنا الصباح أمرق من كل حتة شعبي واعي شعبي معلم ما بتخاف عليه شعبي واعي بحقوقه شعبي عارف هو عاوز شنو
مليونية 30 يونيو. دعوة وتذكير بمليونية 30 يونيو اللي هتكون في الأول حداد على أرواح شهداء ثورتنا المجيدة وتسليم السلطة المدنية. وأنا بقول دم أخواننا اللي استرخصوا المجلس العسكري عشان يحقق أهدافه ما حيضيع. ونحن هنكمل المشوار لحد ما نوصل لغايتنا ولهدفنا ولحد ما نعيش أحرار. فعشان كده خلونا نوحد صوتنا ونوحد صفنا عشان نعمل حد للمجلس العسكري اللي بمارس في هواياته على الشعب السوداني من قتل وانتهاكات مماطلة عشان يخلق سلطة زائفة لنفسه. فعشان كده أنا بدعو كل الشعب السوداني إنه يطلع في مواكب 30 يونيو من أي مكان داخل وخارج السودان دعما للثورة. فعشان كده خلونا نبقى كتار ونخلونا نتلاقى يوم 30 يونيو مدنية. وتفصلنا الثورة عما لا نريد، أحرار بلا رادع غير صوت ضمائرنا في الشارع الواسع طالقين حناجرنا، سلمية سلمية والشعب قائدنا. 30 يونيو إلى ضفاف الحق حلم إذن المساق، إلى ضفاف الحق حلم إذن المساق. فكونوا أشد من قطرة الماء بقطرة الماء في النهر التصاق. كونوا كالحقول البكر في باطن الأرض زلزلة وفي أول الماء انعتاق. كونوا فما من غيركم أحدا ليفهم شوقنا ويفهم كوننا نظم من الطرقات والإنسان والإشراق. وأنا أريد لهذه الثورة أن تكون القاضية لا أن تكون قضية. أريدها أن تصدقني كما أصدقها وأن تحاسبني مليا. وأريد لليد المعطاءة التي زرعت من غير سوء أن تظل عفيفة وتحصد زرعها معطاءة ويدا سخية. وأريد أن يصل الرعاة مراتعا لغزال سرحتهم تحت السماء الصافية، وأن يتنفس العشب على إيقاع خطوتهم سلاما قدلت به القدم الصديقة في الحقيقة حافية، لأنهم نور الديار وروحها، وأنهم المشتهى في الأغنيات كي تظل الأرض حقلا والسماء عاصمة البهاء كما هي. وأريدها لقصيدتي وزنا لا أن توشح بالأسية والشظية والدماء القانيات القافية. أريدها في العالمين فلسفة وفي جسد البلاد العافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعما لمليونية 30 يونيو 2019 على هذا القادم، أطلع من كل مكان عشان شهدائنا وعشان الدم والثمن الدفعناه في الثورة من ديسمبر إلى الآن، عشان عبد العظيم وعشان عبد السلام كيشة وعشان محجوب وعشان أستاذ أحمد الخير وعشان كل الشهداء الذين سقطوا من أجلنا وعشان شهداء 2013 وعشان الشهداء اللي بذلناهم من أجل الحرية ومن أجل مقاومة الاستبداد، وعشان نثبت للعالم أن قوة الشعوب هي أعظم قوة وإرادة الشعوب لا تقهر، وأن الاستبداد لا محالة زائل إذا توحد الشعب. فإن شاء الله يوم 30 يونيو نتمنى أن العالم كله يتابع المليونية الطالعة من كل مدن السودان من أجل قول كلمة لا، من أجل قول كلمة لا أمام الطاغوت، عشان نثبت نحن تاني ما عايزين نعيش في عهد بتاع طغيان، نحن عايزين حرية. لما طلعنا أول يوم في ديسمبر وقلنا حرية كنا عارفين الثمن ودفعنا ثمن غالي جدا جدا، دفعنا أرواح مقدسة، الشهيد بالنسبة لنا مقدس. يوم 30 يونيو القادم إن شاء الله حيكون العالم كله حيكون قاعد يشاهد فينا عشان نثبت للعالم أن الشعب السوداني شعب معلم، شعب بطل، شعب ثائر، شعب مناضل، شعب مكافح، شعب عنده القابلية لأنه يدفع أكثر، لا يستسلم أبدا ولا يقهر أبدا، وأن الترسانة العسكرية لا تمثل شيء في وجه سوار يقابلون الرصاص بصدور عارية. ننتظركم إن شاء الله يوم الأحد 30 يونيو القادم. أبقوا الصمود،
أبو الصمود. أبو الصمود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. دعما لمواكب الأحد 30 يونيو التي تأتي وفاء لدماء الشهداء والتزام بجانب الشعب ودعم حقوقه العادلة ورفضا للظلم والذل والهوان. الأحد 30 يونيو هو يومكم أبناء وبنات شعبي الأحرار الذين طالما وقفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فشقوا وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحقه. الأحد 30 يونيو مليونية هادرة من أجل رد ديون الوطن ودين الشهداء واقتلاع السلطة المدنية وتحقيق حلم الحرية والسلام والعدالة التي سقط دونها هؤلاء الشهداء، الرحمة والمغفرة والمجد والخلود لهم جميعا. الأحد 30 يونيو سنخرج جميعا لرد الاعتبار والكرامة لكل الذين اعتقلوا يوما وعذبوا وهم يحملون هم هذا الوطن. الأحد 30 يونيو مسيرات هادلة من أجل العزة والشموخ للكنداك السودانية التي طالما تقدمت الصفوف سائرة وهي ترسم بخطاها مستقبل الأجيال القادمة. الأحد 30 يونيو نصرة لأطفال السودان الذين فرحوا يوما وتقنوا بأناشيد النصر وأناشيد الثورة فهم يستحقون الانتصار دائما ولا يستحقون الهزيمة. الأحد 30 يونيو سنخرج جميعا من كل مكان ونسير معا جنبا بجنب نحو الوطن ولن نعود من منتصف الطريق. مليونية 30 يونيو يسقط حكم العسكر مدنيو تجمع المدنيين يمثلنا مدنيو. كل يطالب بالمجلس العسكري بحل جميع أركان النظام السابق والتحقيق وجمع الأموال المهدرة للشعب السوداني حتى ينعم في رفاهية.